من أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة منه؟ فقال: السيف، يعني أن هذا الشر يدفع بالسيف. وفي رواية عند أبي داود: فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، جماعة على أقذاء وهدنة على دخن. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء، بمعنى أنها إما أن الحال فيها لا يعرف الحق فيغيب الحق عن الناس، وإما لأن من فيها يصم ويعمى عن معرفة الحق. قال: فإن تنجو منهم وأنت عاض على أصل شجرة خير لك.